كما ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمود الضبع. ضيفي الكريم، نرحب بك. وصف لنا كيف تابعت الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الكرام. النهاردة بدأت أو انطلقت اجتماع مجلس الأمناء للحوار الوطني اللي بننتظره منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه في إفطار الأسرة المصرية. يمكن الحوار الوطني زي ما أفضى أعضاؤه اليوم وبينوا خريطة الطريق لهذا الحوار والأساسيات والمعايير التي سيسير عليها هذا الحوار، يمكن المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان إدى العنوان الرئيسي لهذا الحوار بأن هذا الحوار يعتبر أو الخلاف لا يفسد للوطن قضية، وهذا الحوار أو هذه المائدة تجمع كل الأطياف السياسية والقوى السياسية عدا من تلوثت بأيديهم بالدماء أو عدا من عاد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو. يمكن الحوار الوطني الجميع ينتظر مخرجاته أكثر من المناقشات، لأن احنا شفنا النهاردة مناقشات وتبادل آراء وطروحات من جميع الأعضاء أو من 19 عضوا اللي تحدثوا اليوم في الجلسة الافتتاحية، كل منهم يحمل فكره ويحمل مقترحاته ويحمل رؤيته لمجريات الحوار وكيف سنخرج منهم بما يفيد المجتمع. يعني يمكن الجميع تحدث بما يعني يأتي في خاطر الجميع. يمكن ال19 دول رأيتهم كممثلين لكل الأطياف السياسية، ممثلين لكل الآراء وكل من يريد أن يشارك في بناء هذا المجتمع وبناء هذه الدولة. نعم، يعني لعل من تابع الاجتماع الأول يؤكد على كلام حضرتك أستاذ محمود، ولكن دعني أتحدث عن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنظيم هذا الاجتماع. فيعني المديرة التنفيذية للأكاديمية الدكتور رشا راغب أكدت أن الأكاديمية ستقف على مسافة واحدة من الجميع. يمكن الأكاديمية الوطنية للتدريب بدورها المميز في المجتمع خلال السنوات الماضية من الدفعات اللي بتخرجها أو دورها في عملية التأهيل والتدريب، ويمكن هي دورها في هذا الملف تحديدا يعتبر دور حيادي زي ما أعلنت الدكتورة رشا، على مسافة واحدة من كل الآراء. احنا مش هي بص في الآخر الحكم في الموضوع المخرجات اللي احنا هنطلعها مفيش مؤثر على حد، كله بيتكلم براحته. احنا بنتكلم في روح تجمع الجميع وهي تحت مظلة الوطن، كله بيسعى تحت أو على مائدة الحوار الوطني لإضافة جديدة لمستقبل هذا البلد، سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا. وإن كانت بعض الآراء في الجلسة الافتتاحية النهاردة بتتكلم على فكرة إرجاء كل ما يخص الاقتصاد، وهذا الحوار يعني ينزوي أو يكون فقط للأمور السياسية والاجتماعية والروح السياسية في المجتمع فقط. وده وجهة نظر برضو تحترم، ولكن يمكن إحنا القضايا الكثيرة في المجتمع اللي إحنا بنتكلم فيها أو بنسعى لمناقشتها ممكن يعني الحوار يتسع بينا للحديث عنها، ولا ومحدش يقدر يربط او يفصل ما بين السياسه وما بين الاقتصاد، لان القضيتين مرتبطتين في امور كثيره. نعم، يعني حتى وان بدا ذلك اختلافا ولكنه يصب في مصلحه الحوار والشفافيه كما اكد المجتمعون. الكاتب الصحفي محمود الضبع كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.